يا جماعة قاعد أفكر بشغلة، أقول يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان. الإيمان بقضاء الله وقدره. المسلم والله في نعمة، تمر في كوارث، وكلنا نمر في مصايب أو مشاكل أو كوارث. قاعد نشوف إخواننا في غزة، ونشوف الفيديوهات، ونشوف صبرهم، ونشوف احتسابهم عند الله سبحانه وتعالى. تقول يا ربي لك الحمد. أنا شخصيا يمكن قبل شهر تذكرون رحت إلى المغرب، وفعلا شفت ناس توهم طالعين من الكارثة، شفت ناس توهم، يعني شفت واحدة تو ميت عندها 14 شخص من أسرتها، واللي ميت عنده 7 أشخاص من أسرته، واللي ميت طفله، واللي ميت إخوانه، ومع ذلك يقولون لله يا ربي لك الحمد والشكر والحمد لله رب العالمين، وصابرين ومحتسبين. صراحة قاعد أقول حق نفسي لولا الإسلام والإيمان احنا نشوفهم يمكن مرات في شرق آسيا ولا غيره، اللي ينتحر واللي زر عقله واللي ينجن. أما المسلم يقول يا رب لك الحمد، ويصبر ويحتسب ويعلم هو مؤمن. والإيمان يا جماعة شنو يعني؟ والإيمان غير عن أنك والله مقتنع بالشيء بس، لا لا، الإيمان هو التصديق تماما. يعني الإيمان هو كل ما وقر في القلب وصدقه العقل. أنا مؤمن تماما بأن هذا ولو فيه مضرة خير دام أنه جاي من عند رب العالمين، وأنا أعلم وأنا مؤمن بأن هذا ولو أنه توفى وفقد الحياة إلا أنه شهيد، وهو الآن حي عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول والله الإسلام والإيمان يا أخي نعمة من رب العالمين. ولا منه غيرنا بالكرة الأرضية غير المسلم اللي إذا جته حتى ضراء كان خيرا له. ولو تتمعن وتتدقق في الأحاديث والآيات عظيمة جدا. مثلا الصبر الجزاء له، يعني مثل ما تقول والله العمل الفلاني له جزاء فلاني، إلا الصبر unlimited، كل ثانية تصبرها زيادة الله سبحانه وتعالى يجزيك أجر زيادة. والله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين. بإذن الله باكر الفجر ربي كتبنا عمر برفقة الجيش الكويتي ووزارة الخارجية الكويتية والجمعيات الخيرية الكويتية، الجمعية الكويتية للإغاثة، وكذلك حتى الهلال الأحمر الكويتي. الكويت دائما تحرجنا بمواقفها الجميلة الإنسانية. بكرة بإذن الله، ابتداء من بكرة ويوميا بإذن الله، جسر جوي مساعدات إلى أخواننا في غزة. باكر إن شاء الله منطلقين من الفجر إن شاء الله القاعدة الجوية، معنا سيارات إسعاف مثل ما شفتوا نبي نجهزها بكرة إن شاء الله ونركبها الطيارات ونطير معاهم إن شاء الله إلى مطار العريش، وهو المطار في سيناء وهو الأقرب إلى معبر رفح. فدعواتكم إن شاء الله ربي بكرة يوفقنا ويبارك ويسهل العملية إن شاء الله.